داعش تقتحم مارع وتقتل 80 من مقاتلي الجبهة الشامية، تحاصر المدينة التي تحتفظ فيها بخلايا نائمة وخطوط إمداد الجبهة من تركيا حتى شرق حلب. الجبهة الشامية خلف مكاريس مارع، داعش تستبق اكتمال القوة البرية التي تجمعها تركيا من أحرار الشام والجبهة الشامية لطردها من ريف حلب الشمالي وتحويلها إلى منطقة عازلة بين مناطق الإدارة الذاتية الكردية الهاجس التركي. الهجوم اختبر التحالف الدولي، الأتراك لم يتحرك طيرانهم لوقف الهجوم وحماية الجبهة الشامية. أستبعد أن تستطيع تركيا تجميع أعداد تستطيع أن تعتمدها كقوة برية لتغطية لإقامة مثل هذه المنطقة العازلة أو الأمينة. داعش اختبرت أيضا حقيقة انسحاب النصرة من ريف حلب لاعتراضها على المشروع التركي. النصرة لم تنسحب إلا إعلاميا، مقاتلوها هم أول من قاتل داعش. لا تقتصر انتكاسة الاستراتيجية التركية باعتمادها على أحرار الشام على ريف حلب الشمالي وحده حيث تتقدم داعش، في الزبدان أيضا رهانها الرئيسي على حليفها أحرار الشام للوقوف على مشارف دمشق وانتزاع صفقة سياسية وإنسانية أصيب أيضا بانتكاسة. تمشيط قلب الزبداني ومعارك من مبنى لآخر في المدينة، المقاومة والجيش السوري عادا إلى خيار الحسم الذي يتأكد فيما تبتعد التسوية. أحرار الشام تحت ضغوط إقليمية نقضت اتفاقا أوليا بخروج جرحاها ثم مسلحيها إلى إدلب مقابل ممر آمن للجرحى ثم المدنيين في الفوعة وكفرية. ما يعني أن الخيارات والأجندات القائمة اليوم لدى تركيا هي خيارات محدودة، هي أجندات بدأت تضيق عليها، بدأت تنحسر، بدأت تخفق في تحقيقها، وبالتالي نحن أمام مقاربة جديدة أعتقد ستفرضها الحياة السياسية في الداخل التركي بالتحديد. الصواريخ محل التسوية، أحرار الشام زايدت وطلبت تحرير آلاف الأسرى وممرا إلى درعا بدلا من إدلب، فسقطت المفاوضات. الزبداني من السماء لم تعد تنتظر سوى الحسم العسكري. دي مناصيف دمشق، الميادين.